بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اجعله علما ينتفع به. غرزة السطرين بنات، غرزة كثير لطيفة وسهلة جدا. أنا هون عم اشتغل فيها أكمام لطفل صغير، مؤلفة من سطرين فقط لا غير، وعدد غرزها مجوز أو مفرد ما بتفرق. كيف نبتديها؟ دور العدل بنات، دور العدل كلياته عدل، ما بدها شيء، ها كله عدل. على فكرة هي الغرزة هي من نوع اللي بتمد، لأنه ليش كل الأسطر تبعيتها كلها عدل، ولذلك إذا بدك تعملي فيها زيادة بالنسبة للكم الأكمام ديري بالك بتعرض كثير. بقى حاولي بدل ما تساوي كل 6 أدوار ساوي كل 8 أدوار مشان يعطيكي ما تعطيكي عرض كثير، لأنه هي مثل الغرزة المرينة كلياتها عدل. أنا هلأ هون زايدة للكم طالعة فيه، بقى هلا شوفوا شلون كل الغرز بتكون عدلة. هذا الدور العدل عبارة عن دورين فقط لا غير. هلا نحن هون كلياته عدل عم نشتغله. اذا دور العدل كلياته عدل. هلا دور المقلوب، اي جينا دور المقلوب، هذا دور المقلوب. على فكره هي الى موديلين، شوفي شلون في عكي عندك هذا الوجه وعندك هذا الوجه، بس هذا الوجه هو الاصلي وجه العدل هذا. هلا نحن هون بدور المقلوب، دور المقلوب شلون بدنا نشتغله؟ انا مو عم زيد، بصير لازم انتبه مشان كيف بدي اشتغل. اول غرزه عدل، كل الادوار عدلي على فكره بنات، ها اول وحده عدلي. هلا هون الثانية بدل ما اشتغلها عدلة عادية بدخل من هون من تحت برجع عدلة من فوق عدلة من تحت، ببين معاكي محل ما بدك تشتغلي العدلة. شوفي شلون بتكون السبلة كلياتها فوق بعضها، تمام؟ العدلة من فوق بتلاحظي انه شلون بتكون موديلة مثل كأنه غرزة القفا. هلا عدلة من تحت عدلة من فوق عدلة من تحت عدلة من فوق عدلة من تحت، بتبين بنات لاحظوا السبلة، شوفوا السبلة شلون هاي بتشتغلوها من تحت على نسق غرزة الفيشرمان، على نسق الريب الانجليزي. وحدة من فوق وحدة من تحت، شايفين بتبين معاكم السبلة. يلا هاي وحدة من فوق وحدة من تحت، واحدة من فوق واحدة من تحت. غرزة السطرين فقط لا غير، واثنيناتهم عدل بنات ما بيعذبكم ابدا. هلا نحن هون شو بالفوقانية، غرزة من فوق غرزة من تحت غرزة من فوق غرزة من تحت، اذا دورين عدلات. دور العدل بنعرفه العادي بنشتغله عدل عادي، ودور المقلوب بنشتغله هي واحدة من فوق واحدة من تحت. غرزة بسيطة كثير وبتناسب الصبيان والبنات حتى الرجال، إذا حبيتي تشتغلي لهم شغلة لطيفة بتلاقيها كثير مناسبة وسهلة. بس بدك تنتبهي إنه وين محل السبلة حتى ما يطلع معاكي الشكل مختلف. ما بدها شيء كثير سهلة وبسيطة. وهي آخر شيء وصلنا، ودائما البداية النهاية بعدلة عادية. بنات في إلى وجهين، هذا الوجه وفي إلى هذا الوجه، هذا الوجه أجمل. هاي هي غرزة السطرين، غرزة سطرين عدل، وحدة تشتغلي عدل عادي والثاني دور المقلوب تشتغلي وحدة عدلة من فوق وحدة عدلة من تحت. هاي هي كلياتها. بتأمل إن شاء الله تكون عجبتكم، ولا تنسونا من لايك وشير واشتراك، وأهلا وسهلا فيكم.